وزي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ احنا تركيزنا منصب على مبارياتنا بالزبط. فقط لا غير، يعني التركيز ثم التركيز ثم التركيز. تعالوا نشوف مع حضراتكم جانب من لقاء كابتن سيد عبد الحفيظ، نسمع قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. هدف فيها كل حاجه، يعني انت بتتكلم في 360 دقيقه اللي باقيه من عمر المسابقه، يعني وارد فيها كل شيء ممكن، المهم ان انت تمشي في طريقك وتمشي في سكتك يعني. وهي دي الكوره، لازم تبص في الحته اللي تخصك بس. يعني كل يعني كل الفرق فرق محترمه، وكل الفرق بتدافع عن اسمها ومكانتها وتاريخها، وده وضع طبيعي جدا جدا في التعامل. يعني لا بنزعل من حد ولا بنزعل حد في الموضوع ده. يعني دور الجمهور مهم جدا يا كابتن سيد. الحقيقه الفتره اللي فاتت عهدنا على الجمهور معروف، لكن الفتره اللي جايه الحقيقه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لابد يكون في دعم كبير جدا للمرحله، لان في امل كبير حتى اخر دقيقه في بطوله الدوري العام، في امل لفريق النادي. انت لسه بقول لك فاضل اربع مباريات فيها كتير جدا جدا من المفاجآت. يمكن يعني لو في حد ممكن تتكلم معه هو نفسك، يعني انت في فترات كتيره جدا فقدنا فيها نقاط ما كانش ينفع ان احنا نفقدها خالص السنه دي يعني، لكن هي دي كوره، يعني زي ما بتغيب ممكن ترجع لك يعني، فوضع طبيعي جدا ان انت تتعامل. المهم انت يعني تمشي في الطريق بتاعك، يعني هنمشي في الطريق ده، هنكملهم باذن الله تعالى، وان شاء الرحمن ممكن المباريات المتلاحقه والقريبه من بعض دي تبقى فيها حاجات كتيره. يعني المهم ان انت يعني تكمل في طريقك انت. يعني الدوافع موجوده كابتن سيد بالتاكيد، لكن مردود الجلسه مع كابتن محمود الخطيب وصلت للعيبه ازاي مع فريق النادي الاهلي؟ يعني زي ما انا قلت، يعني في الاول والاخر مباراه متلاحقه جدا جدا، ويعني ورا بعض بشكل كبير قوي. احنا خدنا الكثافه الاعلى في كل حاجه، في وانا يمكن قلنا ونبهنا في شهر رمضان احنا فقدنا 10 نقاط في شهر 10 كامله من سموحه والزمالك والمحله والجونه لو تفتكر، لعبنا في عدد مباراه في عدد ايام ما فيش فرقه في العالم لعبتها خالص يعني، وبنكمل برضو لحد دلوقتي بنفس النهج، يعني مش وقته الكلام ده خالص يعني، لكن في النهايه يعني بقوا مع ذلك ما بديش مبرر لو في اي حاجه في الاول والاخر بقى بتلوم نفسك يعني. لكن انا مصمم ان ممكن كره القدم فيها 360 دقيقه زي ما قلت، فيها اربع مباريات بتحمل كتير جدا من المفاجات والافعال. يعني خلينا بس نمشي في طريقنا، عندنا مشوار يوم الثلاث مع طلاء الجيش، ثم المصري، ثم الجونه، وبعد كده هنختم ب